مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد مع أنستازيا كيفيتكو. هي عارضة أزياء التي أصبحت ظاهرة على إنستغرام من خلال مزيجها من المظهر اليومي والصور النموذجية المنشور على خلاصتها. لديها أكثر من 12 مليون متابع على حسابها الذي يحمل عنوانا ذاتيا، تعرف باسم كيم كارديشيان الروسية. وبسبب جسدها المتعرق الذي ساعدها على التحول إلى واحدة من أشهر مشاهير الإنترنت، ولدت أنستازيا ونشأت في روسيا، ويبلغ ارتفاعها 175 سنتيمترا ووزنها 57 كيلوغراما، ويبلغ عمرها 26 عاما، وهي واحدة من المشاهير المشهورين لكونهم عارضين أزياء. واعتبارا من عام 2021 تقدر القيمة الصافية لأنستازيا بحوالي 3 ملايين دولار. Thank you for watching. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وانتظروني في فيديو جديد.